موقع وظف بيستهدف يعني خريجين التعليم العالي، الجامعات، الناس اللي اللغه عندهم الانجليش يعني جود او جيده فما فوق. ومن 3 سنين عملنا موقع تاني اسمه موقع فرصنا.com، بيستهدف التعليم المتوسط والتعليم الفني. الموقعين مع بعض بيغطوا كل القطاعات الموجوده في الوظائف الموجوده في السوق بشتى انواعها وكل المجالات. وظف دلوقتي عندنا اكتر من 10,000 وظيفه معلنه، فرصنا اكتر من 6,000 وظيفه معلنه. المستخدمين او اليوزرز عندنا الموجودين على موقع وظف مثلا اكتر من 1,000,000 مستخدم. الناس اللي بيقدموا مقارنه بعدد الوظائف كبير، في وظائف بيبقى عليها بيقدم عليها مئات، 100 200 300 متقدم، وفي وظائف بيقدم عليها 10 20. ودي مشكله في الماركت يعني بسبب الديماند والسبلاي، العرض والطلب، ان في وظائف مطلوبه بقوه بس ما فيش ناس يعني مناسبين او كفايه بيقدموا عليها. اكتر وظائف مطلوبه وظائف السيلز، المبيعات، وظائف تسويق، حاجات السوفت وير ديفلوبمنت والانجينيرنج. دي يعني مع مستوى العالم وفي مصر زايده بقوه كبيره جدا. حاجات التسويق الالكتروني، ديجيتال ماركتنج، موجوده بشكل كبير جدا. اي حاجه فيها سوفت وير وفيها تكنولوجي دي وظائف مسابقه. يعني في ناس طبعا كتير جدا ممكن يكون عندهم خبره كويسه بس مش عارفين يكتبوها ازاي. دي موجوده عند مشكله موجوده عند ناس كتير جدا. احنا عندنا في وظف عملنا حاجه اسمها وظف كوتشز، دي سيرفيس او خدمه متاحه ان اي حد محتاج مساعده بيجي عندنا بالتليفون او بميتنج سيشن 1-on-1، بيتكلم مع حد سيرتيفايد في حته الكاري كوتشنج، بيادفايز على ازاي يكتب السي في، ازاي يظبط يعني ازاي يؤدي كويس جدا في الانترفيو بشكل مناسب، او ازاي اصلا يدور ايه الحاجات الوظائف اللي ممكن تكون مناسبه ليه او اللي ممكن يعمل فيها كارير تشينج. الحاجات دي كلها سيرفيس موجوده عند وظف كارير كوتشنج، كله من اول الناس الفريش جرادز لغايه الناس السينيور والاكسبيرينس مانجرز. يعني ادخل على جوجل اكتب وظف كوتشز، هتلاقي اللاندنج بيج بتشرح كل التفاصيل بكل البيانات.